وكانوا بيقولي قدام البيت طلقها طلقها. لما حلم الزواج وحب العمر أخد مكان الغنى والشهرة والنجومية، برضو جه الزواج بدون فستان فرح وحفلة وزفاف، وده حلم أي بنت. ما حسيتيش إنك بتضحي بدل فستان الفرح الأبيض وبدل الزفة بيان صحفي؟ لا بس بصراحة أنا وهو اتفقنا على كده، يعني ما أقدرش إن أنا أقول إنه دي غلطة تامر، يعني مش غلطته فولي ولا غلطتي أنا فولي. أنا متجوزة ساعتها، عارفة أنا متجوزة حد مشهور جدا، فهل أنا هبقى جاية بدي كل حاجة أنا عايزاها مساحة وما بديش رأي الناس مساحة؟ ما ينفعش. وبرضه أنا كنت إيه بقى، ده جديد عليا، خلي بالك يعني الموضوع نفسه بتاع يعني الشهرة بتاع تامر بالنسبة لي كانت مستفزة ومخيفة. فاهمة؟ ايوه. وكان يعني سنك صغير جدا كمان. وكنت صغيرة جدا، فكان بالنسبة لي اللي هو يعني انا فعلا كنت بتهز نفسيا بخاف. يعني احنا لما عملنا، خلي بالك احنا عملنا فرح وعملنا كل حاجة برايفت، بس الحاجة اللي احنا كنا عاملينها احنا حد نزل لنا الانفيتيشن في الصحافة، فطبعا انا كنت عارفة ساعتها انه في هجوم اوريدي حصل عليا، وكانوا بيقولي قدام البيت طلقها طلقها، فكان في حاجات انا خايفة منها. فانا من الناس، يعني انا امي كانت خايفة، هو كان خايف، انا من الناس اللي ايه بقى اللي على السبوت لايت كله، فازاي انا مش هخاف؟